نسوي مقارنة ونشوف. شوف بالعراق يقدمون الناس مساعدات للناس، وبأمريكا هنا هم أكو مساعدات. خلينا نشوف بالعراق شلون يقدمون مساعدات. شيخ أو سيد أو شباب يساعدوا الناس، حلوة المساعدة. شي يسوون هذا اللي يساعد الناس جايب كيلو طماطة وكيلو بصل وجاب اثنين وياه، واحد يصوره صور وواحد ياخذ له فيديو. قالوا باعوا راح ادق الباب يطلع مره رجال تصورني وانت فيديو ونشروها بكل مكان، فيسبوك تويتر بكل مكان نشروها. اجا كيلو طماطم وكيلو بصل. اسمع السلام عليكم، هاي مساعده من عندنا. صور صور. ما طهم الكيلو طماطم وكيلو بصل، يريد يشوف الصور والفيديوهات حلوه. شوفني لك هاي لك مبينه علاقه واحده. عيد عيد عيد.